بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما قدرنا نعمل الكلاس بتاعنا ونحط جوه البروبرتيز ونجيت انفورميشن عن الكلاس او عن الكلاستر وعرفنا كل الايه البناء، عايزين نبدأ نشتغل مع الداتا بقى اللي احنا بنسميها الدوكيمنتس. تمام، فانا هاجي اول حاجة اقول له انا عايز اكريت دوكيمنت بقى، خلاص مش كريتنا التيبل بتاعنا اللي هو الكلاس، عايزين نحط جوه بيانات بقى. فانا اقول له طيب انا هعمل ايه، اد نيو document. تمام، احطه جوه على الاورينت. حلو جدا، محتاج ان انا اقول له على 2480، اخد كده اي عنوان واقول له انا عندي دوكيمنت على واسم الداتابيس بتاعتي اللي اسمها ريست دي بي 1. خلاص، فانا قلت له كده ايه، دوكيمنت على ريست دي بي 1. كويس جدا. وبعدين الدوكيمنت جاهز ان هو يتعمل. طبعا ما حددتش اسم الكلاس، خدوا بالكم من القصه. طبعا لازم احط ايه، بيزك اوثنتيكيشن. طبعا هي مش جيت، انا هعمل بوست لان انا هضيف وبالتالي هيفتح لي البادي. تمام، في الرو، وهختار ان انا شغال جيسون، سوري مش تكست، جيسون. وابدا اكتب الايه، الكونتنت بتاعي بقى اللي انا عايز ابعته. انا كنت محدد ايه في البيانات بتاعتي، انا مش فاكر ده. طبعا خلينا نعمل لوجن من اول جديد على الداتابيس بتاعتنا. تمام، واروح على السكيما الجنريك كلاس اللي هو امب 1 ده. ايوه، انا عندي امب اي دي، دي 1 2 نيم، الهاير ديت، الجوب، السالري. ماشي 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 ماشي. انا هو جاي اعمل ايه، خلينا كده برضو ده قدامنا عشان انا اقدر اتذكر احنا عايزين نعمل ايه. اول حاجه لازم نبعتها، بنبعت ات كلاس. انا ممكن عشان بس تبقى الدنيا اوضح، الله ينور عليك. ماشي، تعال انت بقى كده. خلي ده فوق اعلى، ايوه، عشان نبقى شايفين الدنيا اوضح. اد كلاس، اول حاجه بحدد فيها اسم الكلاس بتاعي اللي هو اسمه زي التيبل يعني. فانا كان عندي كان اسمه ايه، كان اسمه امب 1 صح ولا انا نسيت؟ امب 1. تمام، قايل له امب 1 كوما. بعد كده ببدا اذكر بقى اسم كل بروبرتي والفاليو بتاعتي. يعني مثلا عندي الامب اي دي، فاقول له امب اندر سكور اي دي، وده كانت سترنج مفيش مشكله، اقول له بتساوي وما قايل له مثلا رقم 1111 مثلا، وكوما عشان احط اللي بعده. بس هاخد دي كده كابي معايا، قوم جاي هنا قايل له عندي بعد كده الاي نيم. تمام، مثلا بعته اسلام بهاء مثلا. اللي بعده مثلا اتش ديت. الاتش ديت مهم طبعا، يعني ده تاريخ، والتاريخ بياخد فورمات معين. هو الديفولت لو احنا عايزين نبعته، عشان بس نبقى فاهمين، هو يير مانس دي وبالايه بالكامل. يعني عايز اكتب مثلا 2021 لازم اكتب كده وداش الشهر الاول. يعني لو عايز اكتب مثلا شهر 1 بكتب كده، انا عايز اكتب شهر 12 بكتب كده، يعني بحط الزيرو مثلا كده يعني. واليوم زي ما انا عايز، مثلا لو عايز اكتب يوم 10 20 عادي سهله، لكن لو عايز اكتب يوم 5 هعمل كده مثلا. تمام، ده بالنسبه للفورمات اللي هو الستاندرد بتاعنا اللي بيتقبل. انت لو ما عملتش ممكن يطلعك الفورمات ان في ايرور. يعني جوب، جوب مثلا هديله ايه، بروجكت مانجر ان شاء الله. وعندنا مثلا ايه بيقابلني، وسالري. السالري طبعا هنا رقم مباشر، فانا بكتبه كرقم مباشر لان الجيسون بتقبل الرقم مباشر. اديله مثلا 27500، وعايزين نحط كسر نحط ونص عشان يبقى في صدق في الموضوع، يعني هما بيقولوا كده. تمام، انا كده حددت الايه البيانات بتاعتي. تعالى بقى نشوف، لو انا عملت سند قال لي لا انا مش هبعت له اكيد، لكن واي ممكن يكون معلق. ماشي، ندي له سندايه، الله يسهل له، اشتغلت. تمام، قال لي ادي 201 كريتد. وتلاحظوا بقى رجع لي بيانات مهمه جدا، رجع لي بيانات مهمه جدا، اهم ما فيها الار اي دي اللي هو 34 على 0.
تمام 34 على 0 معناها ان الريكورد ده 34 على 0 معروف تمام. وطبعا الفيرجن، الفيرجن دي حاجه مهمه جدا جدا في الاورينت عشان تحل مشاكل كبيره جدا كانت موجوده في الداتابيزز اللي هي الدوكيمنت داتابيزز الكتيره، ان ان الناس بتخش وممكن تعدل نفس الريكورد. يعني انا واحد بنبص على ريكورد معين وعملنا ودوسنا سبميت، فانا عدلت حاجه وهو عدل حاجه، واحد بس اللي هيعتمد في الاخر هو اخر واحد بعد اخر لحظه، والعمليه هتضيع وفي الاخر هيثبت اخر حاجه. طبعا الفيرجنز هنا لا، ده فيرجن واحد، بعد كده ما تيجي تبعت مثلا لما اجي اعمل تعديل ممكن اكتب فيرجن 2، واحد يكتب ثاني فيرجن 3، واحد يكتب فيرجن 4، فكل واحد بياخد فيرجن مختلف، والداتابيز بتحتفظ بكل الفيرجنز المختلفه للبيانات، مفيش حاجه اسمها تعديل واحد يضيع او اضافه واحده بتاعت حد يضيع يعني. وقال لي الكلاس ايه، وتحت الكلاس بعت لي بقى كل البيانات القضيه يعني. كل البيانات بتاعتنا يعني. قال لي بس الفيلد، الفيلد تايبس بس هو السالري عشان دوت طبعا فلوت، والاتش دي طبعا عشان ده تايم، هما دول بس اللي ايه جايين كده، اما الباقي كله سترنج مفيش نو بروبلم يعني تمام. واللي يهمني قوي قوي ال 34 على زيرو، لان دي لكن ده الاي دي المباشر بتاعي اللي انا اقدر اشتغل عليه. طيب اللي انا اقدر اشتغل عليه يعني انا اقدر اوصل بيه على الداتابيز واقدر اشتغل بيه زي ما انا عايز. بس قبل ده، قبل ده انا هعيد نفس الكلام ده كده، مثلا استضيف لنا، نضيف لنا كمان ايه واحد تاني عشان بس اعرف اشتغل مع البيانات تبقوا فاهمين انا بعمل ايه. يعني نضيف لنا ايه بيانات بتاع حد تاني كده مثلا ايمن مثلا تمام، و 20 20 و تيستر مثلا، وهنديله مثلا ايه 25.5 مثلا ريكورد تاني، وقلت له سنت تمام، قال لي كرييتد اهو، وده بقى كام بقى 35 على 0 صح، 35 على 0 وهكذا. طب 35 على 0 ده لو انا عايز اتاكد هو اصلا، طبعا في ان ممكن اقدر اتاكد ان الدوكيمنت ده موجود ولا مش موجود، ممكن اقدر اشوف. احنا كان عندنا جيت الكلاستر انفو، فاكرين جيت الكلاستر انفو؟ لو رحنا على جيت الكلاستر انفو دلوقتي كانت الريزلت فاضي، الري فاضيه لو تفتكروا، لو جينا عملنا كده ريفريش عليها هنلاقي لا الريزلت ما بقتش فاضيه خلاص، بقى عندي في هنا ايه اسلام بقى. طب وليه فين الثاني؟ الثاني ما اتضافش ولا ايه؟ معلش ايه نعلي كده، لا ايمن اتضاف، ايمن اتضافه تمام، اللي هو 1 1 2 معرفش ايه المشكلة. ده 34 وكان ايمن متضاف على 35. طيب تعال نشوف كده في الداتابيز عندنا فوق، ادي ام بي 1 اهي، ادي ام بي 1 اهي، ادوس بس على كلمة كويري اول، اكتب سيلكت اس فروم ام بي 1 شفت اهي، عند 34 على 0 وعند 35 على 0 وكل اتنين فيرجن واحد اسلام وايمن، بروجكت مانجر وتستر وكله تمام. طيب ماشي. طب لو انا عايز اتست، خلينا ايه نقول، طيب احنا دلوقتي انا عايز اشوف يعني ايه اتشيك الدوكيمنت اف اكزيست، عايز اشوف الدوكيمنت ده موجود ولا مش موجود اصلا. 24 80 مثلا عشان اتشيك احنا عندنا الدوكيمنت صح، وبعد الدوكيمنت الداتابيس بتاعتي اسمها تيست دي بي ريست، اسف ريست دي بي 1، وبعديها ممكن احط ايه بقى، عايز اتست 34 على 0 او 35 على 0 اللي هو البتاع مثلا، فاقول له 35 على 0 تمام، ده الاي دي بتاع الريكورد بتاعي، فقلت له سند، قال لي اه موجود 35 على 0، وقال لي ايمن جابه. طب قلت له تبعت لنا كده 34 على 0، قال لي ايوه موجود وده اسلام بهاء. قلت له قشطه جدا كده، انا قدرت اتاكد ان الدوكيمنت بتاعي اذا كان موجود ولا ما هواش ايه ولا ما هواش موجود، وقدرت اتست برضه هو موجود ولا مش موجود، وبيجيب لي المعلومات بتاعته. طبعا انا هنا بتشيك الدوكيمنت اف اكزيست، يعني انا بتشيك اند ريتريف تمام، بتشيك اند ريتريف يعني بشيك على الدوكيمنت وبسترجعه صح ولا ايه، يعني بيجيب لي بقيه الايه بقيه البيانات. لكن طبعا انا لو جيت عملت كده كان في هيد بس كده قال لي 204 يبقى كده موجود، يعني قلت له 34 على 1
قال 404 يعني نوت فاوند. يعني دي لو انا عملت اشتغلت على الهيد دي بس بيرد عليا بايه؟ بالستس كود هي موجوده ولا مش موجوده. انا طبعا مش عايز الهيد، انا عايز الايه؟ انا عايز الجيت زي ما انا عشان بالمره يجيب لي الداتا. وطبعا لو بعت له مثلا 34 على 1 ده مش موجود، هيجيب لي ايه؟ 404. 404 دايما هي ايه؟ غير موجود. نوت فاوند معروفه طبعا. تمام، ده كده بالنسبه لنا قدرنا ايه نضيف دوكيمنت وقدرنا نرجعه. وطبعا الكلاستر انفو بس كان معلق معانا، مش مشكله يعني، بس مش قضيتنا. لكن احنا يهمنا ان احنا قدرنا نضيف الدوكيمنت بتاعنا وقدرنا نجيب الايه، نجيب البيانات بتاعتنا زي ما احنا عايزين. طبعا في حاجه اسمها الفيتش بلان، بس دي طبعا مش هتوضح معانا غير لما يكون عندنا مجموعه كبيره جدا من البيانات عشان نقدر نشتغل ايه، نشتغل عليها.